ما هلا فرح وصلنا لمسك الختام مثل ما بيقولوا، وفقرتنا الفنية رح نحكي فيها عن الفن التشكيلي، اللغة البصرية الجميلة اللي بتنقل كتير من الرسائل والمشاهد اللي ممكن يختزن عقل الفنان بطريقة مختلفة بأدوات وبأساليب مختلفة. اليوم معنا فنان سوري استطاع أنه يكون له بصمة مميزة بعالم الفن التشكيلي بعدة أساليب وضمن سوريا وخارج سوريا. رح نحكي أكثر عن رحلته الفنية ونتعرف على تفاصيل معرضه الأخير. بسرنا نرحب بالفنان السوري والتشكيلي أحمد برجو. أسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سلاماتي أهلا. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ نرجع شوي بالوقت ونحكي عن بدايات الفنان أحمد وكيف اخترت هذا الفن لحتى وصلنا اللي نحن فيه اليوم. والله البدايات كانت بلحظة وفارقة، أنا ما كتير لحد الآن ما كتير بفهمها. يعني أنا كل اللي بذكره إنه عمر 7-8 سنين كان حلمي إني أكون فنان تشكيلي. هلا هاي الفكرة منين إجت وكيف تشكلت؟ خاصة إنه البيئة كانت ما بتطرح هيك شيء، ما بتستدعي هذا المنطق. بس كيف تشكلت ما بعرف، وما كتير بحثت عنها إنه هاي منين إجت الفكرة. بس كتير ظريفة إنه في هذاك الوقت بهذاك الظرف إنه تولد هيك فكرة. وبعدين صار الأمر بشكل شبه ميكانيكي، متابعة شغل، يمكن الحلم كبر بعد فترة ما عاد في شيء اسمه حلم، صار في شيء على الواقع من دراسة من بحث من لا وصلنا ل. طيب أستاذ أحمد خلينا نحكي أكثر عن أسلوب اللي حضرتك بترسم فيه والبصمة اللي تركتها بالوسط الفني التشكيلي، ليش اخترت هذا الأسلوب؟ هلا أنا الأسلوب تبعي اللي هي مدرسة تجريدية، يعني طبعا صار شيء 25-30 سنة بشتغل بشكل تجريدي. هلا الحقيقة إنه اختيار هذا المنطق والشغل عليه هو يبدو له علاقة بمجموعة مكونات ثقافية نفسية، قد يكون يعني منطق طريقة منهج طريقة تفكير هي اللي قادتني بالأخير لهذا لهي الطريقة من الشغل. هلا كيف وليش هذا يمكن بحث كتير طويل. بس أستاذ أحمد يعني في فكرة دائما عن الفنانين إنه هن بينقلوا تجربة شخصية أو نظرتهم للواقع، إن كان من ناحية الأمل والتفاؤل أو حتى حالة يمكن الوجع يلي ممكن يعيشها الفنان، قد هذا الشيء ممكن ينطبق عليك وهل انعكس هذا الشيء على اللوحات؟ الحقيقة تحديدا هذا المنطق هو تبلور أكثر شيء بهي الفترة، يعني هو يمكن نتيجة الأحداث اللي عشناها هاي العشر سنين، فبدأ يتسلل هذا العنصر اللي حكيتي عنه. يمكن كانت الوسيلة الأساسية لإله هو دخول الوجه الإنساني أو الحضور الإنساني باللوحة، وبالغالب هو جاء نتيجة هاي الفترة من اللي سميتيها الوجع، المعاناة، الألام، إلى آخره. هلا انا ما بدي احكي عن تجارب اخرى، بس عن تجربتي حضر بلوحتي هذا الشيء، حضر بلوحتي بشكل يعني اوقات بشكل بسيط، اوقات رغما عني، اوقات بس صار في ضروره لحضوره. ما بقى ممكن انه استثنيه، ما بقى ممكن انه اتراجع عنه، ما بقى ممكن انه ااجله، إنه صار أساسي بحياتي، بطريقة تفكيري، برؤيتي للأشياء. يمكن قد يكون هاي الأشياء كانت قديمة نظرية بنعرفها، بنعرف نفهمها، بنعرف شو هي، بس اكتشفت بهاي الفترة إنه لا، ما في معنى واحد للأشياء. يعني المعاناة، الألم، التعب، الوجع، فيك تكوني تعرفيه بشكل نظري بس لا، فيك تجبري على انه تعيشي هذا الامر وتكتشفي انه لا، في شكل اخر لهي الاشياء، في طريقه اخرى للتعبير او التعامل معها. فباللوحه
حضر هذا الأمر، ولكن بطريقة تتناسب مع أيضاً مع طريقة تفكيري، مع رؤيتي للأشياء، مع فكرة إنه هاي لوحة ما هي حالة تقريرية عن صح عن حدث ما أو أكيد. يمكن أستاذ أحمد كمان خلال هاي الفترة اللي عم نعيشها عم نشوف كتير من الفنانين الشباب اللي بلشوا يبرزوا خلال هاي الفترة، بيستخدموا أدوات معينة وتقنيات معينة بالرسم، إن كان باستخدام الأصابع، إن كان باستخدام خليني أقول الأنواع الرقمية ديجيتال، يعني استخدام أحياناً بعض الأنواع اللي تعتمد على الكمبيوتر برسمهم. شو رأيك بهي هذا النوع من التجارب الفنية؟ هل أنت معه ولا لا؟ بيبقى للرسم والألوان خليني أقول الريشة إلى مكانة خاصة بأعمالك وحتى بالعمل اللي بتشوفه؟ هلا أكيد بس نقول فن تشكيلي تصوير، فقطعاً اللون الخط هاي هذا المؤسس هو البداية وهو النهاية. هلا كل فترة من الزمن تطلع وسائل تعبير جديدة. هلا إذا كان هناك ما يستدعي لدى أي حدا إنه يستعمل هاي الوسيلة أو أخرى والحاجة ملحة لهذا المنطق فلا بأس، بس صرت أميل أنا لفكرة إنه ما كتير نستعجل بالحكم. هلأ في هذا المنطق، طيب إذا جينا حذفنا إنه بلا الحكم كله على بعضه، خلي يكون في تجارب، خلي التجارب تنضج بما فيه الكفاية، وما بالضرورة أصلاً بالأخير نحكم عليها إنه هذا المنطق بالشغل زبط ولا ما زبط، لا خليه يكون موجود. كل ما تعددت طرق التعبير كل ما كلياتنا استفدنا أكثر. يعني يمكن الإنسان من داخله وقت اللي بعيش هاي التعددية سواء بالمشاهدة أو بالممارسة هو كمان برتاح، هالتشنج بخف، هالقساوة بتخف، هالانتصار لرأي دون آخر كمان بهبط شوي، تصير الحياة أفضل وأسهل. يعني خلينا نحكي شوي عن المعارض والمهرجانات اللي شاركت فيها أستاذ أحمد. أنا والله من حيث المعارض وهي الأشياء مقل كتير كتير. سبب؟ ما يعني هو ما بقدر أذكر لك الأسباب يعني، لأنه ما منطق إنه واحد مثلاً ما كتير بحب المعرض لأنه مشان ما ينتقل من مكان لآخر، مشان ما ينقل لوحاته، هي قد تبدو أسباب. بس يعني أبعد من هيك، يعني أنا بفضل تجربة تنضج من حيث الكم، من حيث النوع، من حيث طريقة التفكير تستدعي إنه تدعي العالم لأنه يجوا يشوفوها. أما كل ما رسمنا لوحة تعوا تفضلوا، يعني بشوفها شوي صعبة. يعني فمشان هيك باخد وقت كتير كبير لحتى أعرض العمل وأستدعي الناس إنه يجوا يشوفوا التجربة. شوف هذا الشيء أستاذ ممكن يأثر على الانتشار أو الشهرة بين الناس؟ كل شيء بتعرفي، كل شيء بتعرفي بهاي الدنيا بأثر، لأنه في فرق بين مفهومين، بين مفهوم الفن والآخر. الشيء الآخر إنه الشهرة والعالمية وكذا، هاي ما هي شغلة فن، هاي شغلة إعلام. الفن فن، وين بأي مكان ما ممكن يظهر فيه بالعالم إذا استوفى شروط معينة فهذا فن. هلأ أكثر من هيك بتصير ما هي شغلة الفن، شغلة الإعلام. الإعلام هو اللي بيقرر، هو اللي بيحدد، هو يعني مجموعة علاقات وقصص كتير يعني معقدة أو قد تبدو سهلة هي اللي بتقرر إنه. بس في كتير ناس ممكن سلمى بتحب مثلا بتحب تشوف أعمال الأستاذ أحمد بس مثلا ما عندها قدرة تكون متواجدة بالمكان اللي هو موجود، بتشوف إنه من الممكن نحن لو ننشرها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لو إنه ما عطتها حقها بس كفكرة باللوحات الموجودة لحتى نحن نقدر نوصل هي الأعمال ونبتعد شوي عن عبء الانتقال من مكان لآخر؟ كيف بتشوف هذا الشيء؟ لا حقيقة هاي شوفي هاي بعيدا انه هيك افضل او هيك افضل، حقيقة اليوم بدك تقبلي انه في
هذا نمط الحياة صار. يعني أنا هلأ مثلاً كتير في أشخاص سواء كتير أو قليل لا صاروا هيك، يعني أنه أنا شفت الأعمال فإيش بياخذني على الجاليري مثلاً. إيه هلأ هذا صار جزء رتم أساسي بحياتنا أكيد. إيه هلأ بدك مثل ما حكيت قبل شوي بدك تقبلي هذا المنطق. أنت كتير وسطي أستاذ أحمد، يعني لا. ما بتحب تروح لا لليمين ولا لليسار، ما تحب تأخذ طرف معين كتير وسطي، كتير راضي يعني بمكان معين. إيه هلأ شوفي الوسطية هي جيدة يعني بس حقيقة أنا ماني وسطي، بس ما بدي أصارع على شيء عديم الجدوى. هلأ خلي الصراع والاحتدام والهذا على قضايا كل واحد بشوفها أنه هي مهم الصراع عليها، مهم الجدال فيها، بس في قضايا ما في جدوى. ما في أهم من أنه الشخص يبرز عمله ونتاج عمله. كيف؟ ما في أهم من أنه الشخص يبرز عمله ونتاج عمله ويسوق له بالطريقة اللي بتستحقه، وخصوصا فنان مثل حضرتك. يعني ما رح أقول نحن عم نحكي عنك، بس الأوساط الفنية المحيطة فيك بتحكي كتير عن شغلك وعن عملك وقديه مميز، حتى لو حاتك ببلاد برا قديه لقت صدى وقديه حتى كمادياً قدام بعد بمبالغ عالية، فلهيك ما تحس أنه أنت يعني مقصر شوي بحق نفسك؟ إيه أخيراً اعترفت اعتراف أخيراً. هلا هاي أنت شلون حصلت عليها ما بعرف، بس صح إيه، بس هلا هذا شيء سيء طبعاً، بس قصدت أنا أنه اليوم وقت اللي بصير في وسيلة أساسية مؤسسة صارت اليوم بحياتنا، يعني مسألة التواصل هاي صارت جزء أساسي بحياتنا، فما فيك تيجي تقولي لحدا أنه بلا هاي شوف طريقة تانية. هلأ طيب من ناحية تانية أنا ليش ما متشنج على القصة؟ من ناحية تانية نحن كنا مثلا من 25 سنة أيام ما كنا شباب، فكنا مشان نحصل على رؤية لوحة أو بحث أو كتاب أو أي شيء يعني كان يكون الأمر مستحيل. اليوم يعني تخيلي أنه أنت كبسة زر قادرة أنك تشوفي كل شيء، هذا شيء ما ممكن، يعني ما بالضرورة أنه ننساق وراء فكرة أنه هاي نحن ما عم نقول نجاري، بس على الأقل أنه ندخل شوي هذا المجال بالطريقة اللي تحافظ على وجودنا وتضمن لنا حقنا. يعني اليوم مثلا حضرتك كان لك معرض مؤخرا بجاليري زوايا، يعني تكبدت عناء وانتقلت بمجموعة من اللوحات، كمان هذا الشيء ضروري اليوم. قديه صدى الناس لما بتفوت وبتشوف طبعاً، وصدى حتى الفنانين الموجودين بالشام لما بفوتوا بيتفرجوا على أعمالك. قديه مهم هذا بالنسبة لك؟ هذا كتير ضروري وكتير حيوي وكتير مهم، لانه في العلاقه المباشره مع الاشياء، في اشياء ما بتنتقل عبر التصوير. صحيح، ما بتنتقل ابدا. في نوع من الحساسيه للون، للحضور، العلاقه المباشره مع الشيء، هذا لا يمكن نقله عبر الصوره، فالمشاهده المباشره كثير امر حيوي، مثل الفنان اللي على المسرح. تمام طبعا بالضبط. ايه هلا هنيك قديه الكاميرا بتلغي من المشهد، من الحاله، من هي العلاقه المباشره ما بعرف، بس هون بعرف تماما انه في جزء كبير، لانه فيك تشوف العمل على عده مستويات، من بعيد شيء، من قريب شيء، من الانتقال بين عمل واخر مباشر، في شيء بيخلق هذا كلياته اذا انحذف، يعني انت عم تشوفي تجربه مبتسره بالاخير. مزبوط، حضور مباشر. طيب اذا بنقول العكس، الاستاذ احمد قد ممكن تتابع وتطلع على اعمال فنانين اخرين سواء فنانين سوريين او حتى عالميين، وتلمس يمكن حاله التطور، بعض النظره الجماليه اللي هي اللوحات اللي ممكن هي تكون بعيده عنا يمكن بالموقع وبالزمان وبالمكان، لكن في اطلاع من قبل حضرتك عليها. هلا شوفي هذا جزء اساسي، يعني بدون هذا الاطلاع وبدون العلاقه مع التجارب المطروحه، يعني مثل ان الواحد بده يعيش حياته بعد ما ينتهي او يقارب عن النهايه بده يعيد اكتشاف العجله وما عجله والى اخره، يعني لا
مشان الإنسان أو الفنان يكون راهن اليوم لازم يكون على علاقة مع كل شيء عم بيصير بهي الدنيا. هلا بدي أرجع لمنطقة ما تقلي لي وسطي. في أشخاص، في فنانين قادرين أو إمكانياتهم أو طبيعتهم ما بتسمح لهم بهذا الأمر، وكتير متجانسين بالقصة وبعيدين عن العالم كل البعد وقادرين إنه ينتجوا عمل فني. المسألة بهذا الإطار كتير معقدة يعني. طبعاً لأنه بنهاية الفنان فنان، وين ما يعني وين بالضبط. ما نحطه كيف ما نحط الظروف ما بتمنعه هي. يعني شفنا فنان مرة استضفناه من دير الزور نزهات جمعة، بدنا نوجه له تحية، بيعز الحصار والوقت الصعب كان عم يرسم، وأول ما صحت له فرصة بعد بسنة سنتين إجا وشارك بهذا العمل الفني. فالفن فن ما بيتجزأ من داخل الإنسان المبدع بحد ذاته. قصدت أنه ضروري العلاقة مع الوجود بكل أشكاله، بس في ناس قادرين هي طبيعتهم هيك بيخترقوا هذا النسق وبينتجوا عالم بعيدا عن العلاقة مع أي شيء بهي الدنيا. في هيك نماذج؟ في صح. بالنهاية حديثنا أستاذ أحمد نتمنى لك التوفيق، ومشكور أنك شاركتنا بصباحنا لليوم. شكرا لك. ناطرين أكيد نشوف كل شيء جديد من حضرتك. الله يخليك. شكرا لك. ناطرين معرض تاني لحتى تنزل على الشام وتحمل اللوحات وتشاركنا بأعمالك. شكرا كثير لك. يسلموا. شكرا.